معكم عبور بشعيب، عضو اللجنة الوطنية لرصد والتعبئة بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، ناشط جمعوي على مستوى عمالة الفدا مر السلطان. بكل صراحة شيء يندى له الجبين، وحنا كنتأسفوا باسم الفاعل الجمعوي على ما بدر من هذا السيد اللي هو خرج على كل الأخلاق الإنسانية، الأخلاق الاجتماعية، الدور المنوط به اللي هو فاعل جمعوي والعمل الجمعوي. رأى أيادي بيضاء، أيادي تخدم الإنسان، تخدم الوطن والمواطن، وخاصة الطفل. أما فيما يتعلق بحقوق الطفل، حقوق الطفل حديث ولا حرج، لأن ملي كتوصل به الوقاحة أو لهذا المستوى، أنه ينزل لهذا المستوى الرديء الذي لا يشرف الإنسان ولا حتى الحيوان، حتى الإنسان الإنسانية. وهذا الشخص هذا اللي قام بهذا العمل، هذا راه بكل صراحة خرج على كل ما من شأنه، كيعطي الصورة سميتو لذاك الإنسان، ذاك الإنسان اللي هو مربي تربية حسنة، عنده تكوين أكاديمي سواء كان في المجال الجمعوي الحقوقي أو الاجتماعي، بلا ما يكون كاع يمارس هذه الممارسات. ولكن أنا راه من هذا المنبر كان اللي هو مصر كتابي مشكورة، اللي هي كتواكب دائما معنا كل المحطات اللي هي كانت اجتماعية رياضية سياسية إلى غير ذلك، كان نرفع القبعة لهذوك السيدات اللي قاموا بالتقاط هذه الصورة وقاموا بالواجب ديالهم الإنساني والاجتماعي واللي كتر من الجمعوي، ومشوا بلغوا عليه. هادو كان نرفع لهم أنا القبعة، وكنقول لهم بغي كل مغربي ومغربية اللي هو غيور على هذه البلاد وغيور على الوليدات ديالنا وعلى الوطن ديالنا وعلى كيتمتعوا بروح الوطنية، أنهم كلهم يتجندوا لكل من سولت لهم سوء، إساءة بأطفالنا، إساءة بالكيان الجمعوي، إساءة بالوطن اللي هو بالدرجة الأولى، هذه رئيسة الوطن جميعا بكل مكوناته. علاش؟ لأن هذا السيد كيف دوك هاد الآباء وهاد الأمهات اللي هما ديال هاد الوليدات اللي تمارست عليهم هاد المسائل، كيفاش غادي يكون وضعهم؟ أنا من هاد المنبر هذا راه كنساندهم وكنأزرهم كفاعل جمعوي وكحقوقي على ما، ونندد بشدة ما قام به هاد المعتوه، هاد المريض نفسانيا أو أخلاقيا أو خلقيا. هاد الإنسان راه خاص كنوجهوا رسالة إلى القضاء اللي حنا كنتوسموا فيه كل خير، واللي كنعرفوا النزاهه ديال قضائنا في بلادنا وخاصه في مثل هذه الامور، انه يشدد من العقوبه ومن العقاب على والضرب بيد من الحديد لكل من سولت له نفسه، ليكون هذا الشخص عبره لمن ياتي من بعده او يتطاول او يقوم بمس اي كان. هذه من جهه. من جهه ثانيه، علينا نحن كحقوقيين وكجمعويين ان نشدد الخناق على مثل هؤلاء، باش نعاونوا تحنا السلطه، باش نعاونوا الاجهزه الامنيه القضائيه الى غير ذلك، لتفادي هذه الاشياء ولتفكيك هذه العناصر التي تضر بالاسم الجمعوي. ناهيكم على اننا راه غادي نقوموا بيانات تنديديه وبيانات تجيب كل هذه الاعمال المشينه التي لا تشرفنا كبلد مسلم كمواطنين. لا البيدو فيلا دارش خلال هذوك الاجانب اللي كيجيو يفزوا اخلاقنا وسميتو، هذا ولا هو كيسيء للدور ديالو كفاعل جمعوي، انه ياثر ويسعجاد من اجل انتشال ابنائنا من ارتكاب الجريمه او احترافها او تعاطي المخدرات وما الى ذلك، الا انك اصبحت. ولكن هنا كاين واحد النقطه الثالثه عندي، لانه كيقول كتداول عبر الصحف ان واحد الوليد راه غرق عنده. هاد الوليد هذا انا درك تطرى عندي سؤال، وكنطرح سؤال عميق، لانه ربما هو له يد في الغرق ديال هذاك الطفل لكي باش يغطي الجرائم ديالو، ونبغي الامن ديالنا والقضاء ديالنا يوسع المجال ديالو ويفتح تحقيق عميق مع هذا السيد في الملابسات وفي ما جناه في حق هؤلاء الاطفال. واشكر ماسينك تي في على الحضور ديالها الدائم، واصلوا انكم في الطريق الصحيح، لكم التحيه.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ما5TV وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.ma5tv.ma.